رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون لكل حد حابب ان هو يعمل دايت وبيدور على انسب طريقة ينزل بيها وزنه في اسرع وقت. طبعا حضراتكم بتبتدي تسألوا كده الناس اللي حواليك، وعملت دايت وخسيت، بتدور على الانترنت، بتجرب وصفات من هنا، مش عارفة ست كل تقول لك مش عارف اعمل ايه، اي حاجة مش بروفيشنال. لكن عايزة اقول لحضراتكم ان كل ده ممكن يخليكوا تقعوا في غلطات كبيرة جدا، وتبطأ من سرعة نزولك في الوزن، وتسبب كمان أثار سلبية على صحتك. فاحنا النهاردة هنتكلم عن أشهر أخطاء الدايت اللي الكل بيقع فيها، وإزاي تخس بشكل صحي، مع ضيفتنا دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز. برحب بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي بنورك طبعا. والله انت واميره الامارات كلكم بجد حبيبتي. تسلم. ايه اشهر الاخطاء اللي الناس تعملها في الدايت؟ لا ده كتير قوي يا هند. يعني اولا الحرمان التام من الاكل، عمر ما ده كان صحي خالص. ثانيا عدم شرب الميه، مش صحي خالص، هتكلم اهميه الميه. ثالثا الاعتماد الاكبر على النشويات في الاكل، والاعتماد على السكريات، باخد سكريات كتير، باخد نشويات، لو كل ما باكل نشويات بجوع. كل ده مش صح. تقليل البروتين مش صح، بروتين مهم جدا جدا لانقاص الوزن. التوتر مش صح. عدم النوم مش صح. التوتر وعدم النوم بيعلوا لي هرمون اسمه الكورتيزول. الكورتيزول اول ما بيعلى بيجي لنا شراهه في الاكل، طول الوقت عايزين ناكل، بلس ان بيحصل لخبطه في هرمون الانسولين اللي هذا الهرمون مسؤول عن تخزين الدهون. فكل الحاجات دي مش صح. وكمان اللي مش صح، انا عايزه اخس اصحى مش هاكل حاجه خالص، ما افطرش. لا، لازم فطار صحي، لازم اشرب ميه، لازم اكتر البروتين. طول ما انا بكتر البروتين عندي في الاكل بحرق دهون وبزود الكتله العضليه عندي. بحد من بقلل من النشويات، وحد جدا من السكريات، وانام على الاقل 8 ساعات في اليوم. مهم جدا. والنوم طبعا بالليل، مش اقول ابتدي انام 7 الصبح واصحى الظهر اقول ده نوم، لا، النوم الصحي بالليل. كل واشرب ميه كويس جدا. كل الحاجات دي لازم تبقى في الاعتبار لو انا عايزه اخس. حلو قوي. طب انا عايزاكي تكلمينا اكتر عن ازاي نخس بشكل مظبوط، ونعمل ايه عشان ما نحسش بالجوع، ونقدر نكمل في الدايت بتاعنا. عشان اخس بشكل مظبوط، اولا احنا عندنا مشكله شراهه في الاكل جامده جدا. مشكله ان احنا طول الوقت عايزين ننقنق وناكل، وبالذات بقى بالليل في الشتاء فاتحين التلفزيون، وكل شويه نخش على الثلاجه ناكل اي حاجه، ما بنقدرش كميه السعرات الحراريه بناكلها. يبقى اول حاجه هتارجت الناس اللي ما عندهاش قوه عزيمه في الشراهه، ما عندهاش قوه اراده بقى. ايوه، قوه اراده في الشراهه، وعندها الحرق قليل، واي حاجه بتاكلها ما بتفكرش هي بتاكل ايه. عندنا كورس من انتاج شركه بايو ناتشرلز. الكورس امن فعال، المنتجات اللي فيه مرخصه من وزاره الصحه المصريه، مرخصه من هيئه سلامه الغذاء، وعباره عن الياف. اهم حاجه عشان اخس اكتر الالياف، سواء في الاكل او في كورس بيستا. جايه اتكلم معاكي النهارده على كورس مهم هيخلينا نخس بطريقة أمنة، بطريقة صحية، لأن الكورس عبارة عن منتج بيستا اللي هو هيخسسني. هقول هخس إزاي طبعا الكورس على الشاشة، مع مالتي فيتامين. مفيش حاجة اسمها أن أنا هقلل الأكل وما أخدش فيتامين. حلو. الفيتامين ده مهم جدا على فكرة. الفيتامينات مهمة للي عايز يخس واللي مش عايز يخس. لأن احنا حتى الناس الرفيعة اللي مش عايزة تخس ما بتعرفش تاخد الانتيك اليومي للفيتامينز. يعني يوميا محتاجه اي حد فينا محتاج فيتامين سي، محتاج فيتامين بي، محتاج كالسيوم، كل الحاجات دي لازم يومي. فانا عندي الكورس زي ما انا شايفاه على الشاشه بيستا، هتكلم على مكوناته ايه وهاخده ازاي. قلب مالتي فيت، القهوه الخضراء الجرين كوفي بتساعد جدا على رفع معدل الحرق، وبيطلع مع الكورس هديه فيتامين د. فيتامين د مهم جدا للمناعه وللمود العام ولانقاص الوزن. هو ده الكورس اللي من انتاج شركه باي ناتشرلز. لو هبدا معاكم باول منتج اللي هو بيستا. طيب بيستا يا دكتوره دينا ازاي هيخليني اخس؟ اولا بيستا عباره عن الياف.
الالياف فيها مميزات كتيره جدا. الالياف بتقعد فتره طويله عشان تتهضم، فبنقعد فتره مش حاسين ان احنا جعانين. من اهم الالياف اللي داخل بيستا قشور السيليوم والشوفان ورده القمح، الثلاثه دول اهم حاجه. وانا باخد بيستا اخده على كوبايه ميه كبيره، مش معلقتين ميه او بقين ميه، لا كوبايه ميه كبيره، وبفتح الكيس واحطه على الميه وادوبه كويس قوي. وقبل الاكل بنص ساعه اشربه. حلو. الالياف دي هتمتص الميه وتعمل لي حجم في المعده، فلما اجي ابتدي اكل هلاقي نفسي مش جعانه، ما عنديش الشراهه اللي في الاول. واكيد بفضل لما ابدا اكل ابدا اكل بالبروتين والالياف، وبعد كده اخد شويه نشويات كده على بسيط. داخل بيستا كمان طبعا فيتامين سي والكروميوم. الكروميوم مهم قوي لضبط مستوى السكر في الدم. يبقى انا بهذا المنتج انا قللت شهيتي، اقدر احرق الدهون بهذا المنتج لانه بيحتوي على فيتامين سي اللي ليه القدره في حرق الدهون. يبقى انا كده اتكلمت على بيستا، هاخد ساشت واحده او اتنين على حسب الفريق الطبي، لان احنا عندنا متابعه دوريه ومجانيه كل اسبوع. حل. مع كل العملاء او مريض السمنه بيتابع مع شركه باي ناتشرالز، هياخد ساشت واحده او اتنين. أوكي. يبقى انا كده عرفت ان انا اقلل شهيتي واحرق الدهون وهخس. طب انا دلوقتي عايزه اخس بصحة، عايزة أخس ما يبانش عليا، مش عايزة أحس إن أنا أصحية من النوم همدان أنا قللت أكلي ما عنديش طاقة إن أنا بالضبط أقعد أمشي كتير، يعني أعمل أكمل حياتي أكمل الحياة اليومية. يبقى لازم أخد فيتامين. من أهم الفيتامينات اللي نزلت طرحت في السوق المصري هو ألب مالتي فيت. ليه بقول إن هو قوي وفعال؟ لأن ألب مالتي فيت أنت بقرص واحد بس بتاخدي 13 فيتامين ومعدن. ألب مالتي فيت دخله فيتامين سي، دخله فيتامين بي العيلة كلها. فيتامين بي يعني طاقة، يعني قوة أعصاب، يعني ترطيب بشرة. ناس كتير مش عارفة الفيتامين بي بيرطب البشرة. عندي الكالسيوم اللي مهم قوي العظمي ومهم للشعر ومهم للضوافر. ساعات بتلاقي بنات عندها نقط بيضة في ضوافرها بيبقى ناقص كالسيوم وزنك. وعايزة أقول كمان أن الزنك موجود داخل ألب مالتي فيت بنسبة حلوة جدا 23.9. والزنك أعتقد السنين اللي فاتت شهر قوي الزنك، يعني مع الفيروسز وكده، أن الزنك رقم واحد في المناعة هو فيتامين سي. والزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم، والزنك مهم لأي خلية عندي بتتجدد في الجسم. طبعا. فالزنك داخل برضو ألب مالتي فيت. وعندي الكابر النحاس، ما دام انا قلت زنك يبقى لازم نحاس. يمكن ناس كتير مش عارفه ان في فيتامينات بتكمل بعض بتشغل بعض. ما ينفعش ادي زنك بكميه عاليه والنحاس عندي يقع. لا، ألب مالتي فيت مجمع معايا الزنك مع النحاس. فده الكورس. وطبعا القهوه الخضراء لازم نستشير استشاره الفريق الطبي، هياخد قرص واحد ولا اتنين من القهوه الخضراء مع فيتامين تاني. حلو قوي. يمكن حضرتك كلمتي عن انه ازاي يبقى عندي. الاول عايزين نقول طرق التواصل معاكم. طبعا بقول ان شركه باي ناتشرالز هي الوكيل الحصري، ما عندناش اي منفذ بيع غير فقط الارقام اللي ظاهره على الشاشه قدام الساده المشاهدين. وعندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو بيستا. عايزين نستفسر على الاسعار، طبعا الاسعار عندنا رائعه مناسبه لكل الناس. عايزين نطلب الكورس من خلال الارقام او من خلال الصفحه. وبطمن الناس ان السعر رائع وان الكورس امن. برجع اقول انه مرخص وزاره الصحه المصريه، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وشركه باي ناتشرالز موفره مناديب في كل محافظات مصر. يعني ممكن يكون ناس بتتفرج علينا من اللوس يقول لك ايه ده هيبقى بعيد هيجي لي، بيروح شرم الشيخ، بنروح بحر اي حته في مصر، اي محافظه بنوصل لحد باب البيت. عايزه بقى اكلم حضرتك عن اصحاب الامراض المزمنه. الاطفال، هل الكورس انت عارفه طبعا ان في اطفال كتير عندهم سمنه. طبعا. الكورس مناسب من اول سن قد ايه؟ من اول سن 13 سنه. أوكي. مناسب جدا جدا جدا. وللاسف بقى في دلوقتي شباب اوفر ويت واطفال اوفر ويت، دي حاجه يعني صحيح. مش صحيه بالمره. مزبوط. خالص. لان انا لو اوفر ويت في السن ده، امال لما اعدي بقى ال 40 وال 50 اكيد لو انا ما خسيتش او الشاب او شاب ما خسوش هيحصل لهم امراض وكومبليكيشنز فيما بعد. اصحاب الامراض المزمنه بطمنهم ضغط قلب سكر، ان بيستا ما فيش اي مشكله فيه، بالعكس. وكمان يمكن لازم اقول ان ألب مالتي فيت بيحتوي على اقوى مضاد اكسده اللي هو فيتامين اي. فيتامين اي اقوى مضاد اكسده، فمعنى كده ان بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. الدهون الضاره اللي احنا
بناخدها للاسف من الاكل زي الزيوت المقرره، الدهون اللي غير صحيه بتتاكسد، لما بتتاكسد بتعمل لنا كوليسترول. مظبوط. ففيتامين اي بي بيساعد على عدم الاكسده، فهو ما فيش مشكله مع اصحاب الامراض المزمنه، بيتاخد مع الدواء ما فيش اي مشكله اطلاقا. حلو قوي، احنا معانا فيديو هنشوفه ونرجع نكمل. يلا احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، الموضوع سهل جدا. يعني شفنا برضو نتائج حلوة قوي حصلة من الكورس. طيب السؤال الدارك اللي هو طيب الكورس ده هيخسسني قد ايه في الشهر؟ ده اهم سؤال عند اي حد. ما هو المشكلة فعلا يا أميرة، أنا ما أقدر يعني كل بني آدم غير التاني. مش هقول إن كل الناس هتخس 10 كيلو في الشهر، مش هقول إن كل الناس هتخس 6 كيلو. كل واحد غير التاني. أنا عندي حاجات كتير قوي بتفرق، يعني الراجل بيحرق أكتر من الست. عندي هل اللي هيستخدم الكورس بيلعب رياضة، بيمشي، بيتحرك ولا قاعد؟ السن معايا كل ما بتقدم في السن معدل الحرق بيقل، لكن أقدر أقول مينيمم يعني لو أقل حاجة 6 كيلو. عندنا ناس خست فوق 10 كيلو، عندنا ناس خست فوق 15 كيلو، بس بتكلم المينيمم عندي 6-7 كيلو في الشهر، وده حاجة كويسة. رقم كبير طبعا. طبعا حلو جدا. عايز أسألك على حاجة كمان، هل لو أنا عايز أخس مثلا المفروض أن أنا أخد الكورس كله مع بعض، ولا أنتوا بتشوفوا فلان ياخد القهوة، فلان ياخد الفيتامين مع بيستا؟ طبعا. لا ده بقى الفريق الطبي. يعني هو اللي يقول فلان ياخد ايه وفلان ياخد ايه، يعني كل بني ادم برضو مختلف، ونعرف التاريخ المرضي بتاعه، عنده ضغط، عنده سكر، عنده ايه، فكل حد نقدر نقول له هياخد ايه. عشان ممكن مثلا لو حد عنده ضغط ياخد قرص واحد بس من القهوة. فلازم المتابعة مع الفريق الطبي، عشان الفريق الطبي هو اللي هيعرف يدي الكورس صح للبني آدم الصح. حلو. حاجات اللي بتشغل برضو ذهن الناس ان انا هخس كيلوهات كتير قوي، فخايف افقد فيتامينز كتيرة من جسمي، خايفة شعري يقع، خايفة بشرتي. طيب عايزين نتكلم عن فوائد قلب مالتي في. مهمة قوي ان انا وانس ان انا عملت دايت، او حتى انت عارفة في ناس كتير بتلجأ للعمليات التكميم والسمنة المفرطة، لازم الدكتور في البريسكريبشن يكتب مالتي فيتامين، ده يعني ده اي بي سي. مهم قوي الفيتامينات والمعادن لأي حد بيعمل دايت، او حتى بياخد الكورس او بيعمل دايت لوحده، مهم الفيتامينز. من اهم اليوزز او البنفيتس بتاعت الب مالتي فيت، ان اولا لو هتكلم على الشكل الخارجي، شعري مش هيقع. واحنا عندنا مشكله تساقط شعر كتير جدا من البنات، وما عندهاش مرض مزمن يؤدي الى تساقط شعر. يعني انا مش بتكلم ان تساقط شعر بيبقى مينلي فيتامينز، بس اكيد عندي انا على طول بقول الناس اللي خاليه، يعني عندي امراض المناعيه الثعلبه، مرض مناعي. فلازم لو عندي مرض مزمن اعالجه وبعدين أدي الفيتامينز. فمن أهم الفيتامينات اللي داخل ألب مالتي فيت اللي بدعم الشعر البيوتين، ممكن أقول الكوبالامين مهم جدا، والفوليك أسيد مهم الشعر، والكالسيوم مهم للشعر. لو هتكلم على البشرة، من أهم الفيتامينات اللي بتحسن لي بتعملي على ترطيب البشرة هو فيتامين بي. فيتامين بي كل العيلة موجودة داخل ألب مالتي فيت. لو هتكلم على البشرة ممكن اتكلم على فيتامين سي. احنا كلنا نسمع عن سيرمز، شركات طبعاً عالميه بنجري على سيرم فيها فيتامين سي، لان فيتامين سي بيعمل نضاره كويسه قوي، لانه بيعلي لي انتاج الكولاجين. الكولاجين بعد سن 25 سنه بيقل، ده اوتوماتيك. وانس ان الكولاجين قل، بشرتي تعبانه،
بدا يبقى فيها تجاعيد. عشان كده بقول البنت من سن 25 سنه تبتدي تستخدم الكوزماتكس بتاعتها، ما تستناش لغايه بعد ال 40. لا، من سن صغير ابتدي استخدم كريماتي. طبعا فيتامين سي مهم جدا جدا لتدعيم الكولاجين. لو هتكلم مثلا على الطاقه، لو انا بعمل دايت وبصحى بقى مش لاقيه طاقه، بقول على طول ان قلب مالتي فيت دخله فيتامين بي. فيتامين بي داعم للطاقه من الدرجه الاولى، لان فيتامين بي هو اللي مسؤول عن تحويل الاكل الى طاقه. فيتامين بي داخل قلب، عشان كده بقول قلب مالتي فيت من احسن واقوى المكملات الغذائيه اللي موجوده، لانه بيدعم لي المناعه، بيدعم لي الطاقه، بيدعم لي عملية التمثيل الغذائي، بيدعم لي شكلي الخارجي، يعني جمالي الخارجي، الشعر، البشرة، الضوافر، كل وبيدعم لي جدا الصحة النفسية. طب ما ناخده، مش لازم نخس يعني، مش ممكن نجيبه عادي فيتامين كوقاية يعني، كوقاية مكمل غذائي. ما عشان كده يا أميرة بقول إن الفيتامينات مهمة حتى للناس اللي مش عايزة تخس. دي حقيقة، دي حقيقة، لأن احنا مش كل يوم حاطين قلم وورقة. أنا أكلت فيتامين سي النهاردة، أخدت فيتامين بي النهاردة، أخدت كالسيوم النهاردة، أخدت فيتامين د، واصلا فيتامين د قليل قوي مصادره، بيبقى صعب. ان فعلى طول بقول الفيتامينز مهمه لاي بني ادم حي. صح. طيب احنا جالنا شويه اسئله على الفيسبوك، خلونا ناخد اول مشكله. ريهام مصطفى بتقول ان مشكلتها ان هي بتاكل حلويات وبتشرب مياه غازيه كتير جدا ومش بتقدر تبطلها، ووزنها بدا يزيد، تنصحيها بايه؟ بصي، المياه المشروبات الغازيه، لا انا انصح جدا الحد من المشروبات الغازيه. لان اول المشروبات الغازيه دي بتطرد الكالسيوم بره الجسم، هتلاقي بعد فتره عظمها بدا يوجعها. المشروبات الغازيه مش بقول الناس احرمهم، يعني ناخد كان واحده. انا بعرف اعرف ناس بيشربوا اللتر كله والله بدل الميه. يا نهار ابيض. اعرف ناس كتير كده، خطر جدا. ده هيعلي لي مستوى السكر في الدم، هيطرد لي الكالسيوم بره العظم، سنان، ما هو كالسيوم وسنان طبعا كل الحاجه. فلازم نحد جدا نشرب، بس بالمعقول، يعني نشرب المشروبات الغازيه بالمعقول. ايه المعقول؟ خلينا نقول لهم يعني. انا عن نفسي بطلتها خالص، نادرا يعني بطلتها. ونستبدلها بايه صحي؟ العصاير اللي مش الغير محلاه، يعني ممكن العصاير الفريش. بس حد يقول لي ايه، طيب نشرب العصير ولا ناكله ثمره؟ فاكهه احسن بالنسبه لي. انت عارفه ممكن بديل ايه يا دكتور للمياه الغازيه؟ الفي بيبقى الصودا بالليمون، لو تحطي عليها شرايح ليمون ومنت بيبقى تبقى عامله زي 7 اب بس من غير سكر. انا قلت يعني عملت اعلان. لا عادي، الناس كلها عارفه. ممكن لو حد يقول لي مثلا طب نشرب العصير الفريش، انا بالنسبه لي اكل الثمره احسن. انا كمان، لان الثمره بيبقى فيها غنيه بالالياف. بالظبط. لا غنى، لما قلت لي يا هند الناس بتشربها بدل الميه، ما في لا غنى عن الميه، ولا عصير فريش يغني عن الميه ولا اي حاجه. مش عايزه افضحها كل حلقه، ما بتشربش ميه خالص. انا مش عايزه افضح نفسي، انا بنسى اشرب ميه. عارفه تعملي والله العظيم، انا على طول طول الوقت حاطه الازازه قدامي، ابص اروح واشرب بقين، لان الميه دي طلعت مهمه جدا جدا جدا. يعني من غير ميه، لقد خلقنا من الماء كل شيء حي، من غير ميه الخلايا بتموت. يعني لازم طول الوقت ادعمها بالميه، لان الميه هي كمان اللي بتطرد لي السموم بره الجسم. مظبوط. عايزين برضو نعرف منك يا دكتور، الناس تتواصل معاك ازاي عشان يقدروا يجيبوا الكورس؟ الناس تقدر تتواصل عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه دي، ارقام شركه بايوناتشرالز. بيبقى فيه فريق طبي بيرد على المكالمات. حلو. بيتابع الحاله بنفسه، وبيبقى فيه متابعه دوريه كل اسبوع. طيب حلو قوي دكتور، عايزين نقول تاني اختصار سريع لمكونات الكورس. اوكي، الكورس عباره عن بيستا، طب بيتاخد ساشت او اتنين في اليوم. طبعا طعمه حلو قوي، بطعم التفاح، ما حدش هيتضايق من طعمه. اهم حاجه احطه او ادوبه على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه. اوكي. عندي المالتي فيتامين اللي اتكلمت عنه، الفا مالتي فيت، بيتاخد قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار بساعه. وعندي كمان القهوه الخضراء، وعندي هديه من الشركه فيتامين د. ازاي نقدر نحصل على الكورس؟ الارقام ظهر على الشاشه، الكول سنتر او مش الكورس، الفريق الطبي موجود 24 ساعه بيرد على المكالمات. عندنا متابعه مجانيه في الشركه، وعندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، نقدر نتواصل من خلال الصفحه ايضا.
إن شاء الله. دكتور قولي نصيحة أخيرة لكل بيتفرجوا علينا، زي حافظوا على صحتهم ويخسوا بصحة. نحافظ على صحتنا، نحاول نقلل التوتر النفسي بقدر الإمكان، ده رقم واحد. نقلل الضغط النفسي، وبالذات الستات لازم تقلل، عشان احنا كستات عاطفيين، فالعاطفة هي اللي بتقودنا. لازم نقلل التوتر النفسي، لازم ننام كويس على الأقل 8 ساعات في اليوم، ونشرب مية كويس، ولا غنى عن الاكل الصحي سواء بالدايت او مش دايت، لان نخلي الاكل الصحي ده لايف ستايل. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وان شاء الله تنورينا دايما كالعاده. بشكر حضراتكم، خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. حلقه بكره مليانه كلام كتير عن فريق الكره بالنادي الاهلي وعن الانجاز اللي الاهلي بيعمله دلوقتي في المغرب. بشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم بكره.